يلا فتحها. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. ايه ده؟ ايه ده ايه؟ مش كان نفسك في تلاجة؟ جبت لك يا ستي دي فريزر. يلا ان شاء الله عندنا حد حوش. ودي جبتها منين دي ان شاء الله؟ يا ستي ما تركزيش، ايه رايك؟ يا لهوي ابني حرام يا سلام انت يا ولد. لا يا امي في ايه؟ الحقوني يا نلحق يا حاج ابن الحرام. يا امي فين صوتك يا امي؟ والله العظيم ما سرقت حاجة. ما سرقتها منين دي؟ ده كل الفلوس اللي كنت جايبها، كنت 2000 جنيه اللي كنت محوشهم قبل كده، اللي كنت هجيب بيهم العجلة، على 500 جنيه اللي كنت واخدهم من الجمعية، على حصتين كده قلبتهم من دروسي، مش حوار يعني. في ايه؟ قول كده. لا اذا كان كده ماشي. دلوقتي يا حبيب قلبي، اما لو كنت قلبت حصتين الدروس دول في اي حاجة تانية كان زمان متعلم. ايه رأيك؟ ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي. اخيرا يا رب ابني عمل حاجة عدلة. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. يا حبيبي يا نهارك اسود، من اول ما جت كده.